ترقية وخمس سنوات تأمين، بشرى سارة لموظفي الحكومة الراغبين في المعاش المبكر. امتيازات وإغراءات كثيرة منحها قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 للموظفين العاملين بالحكومة والراغبين في الخروج على المعاش المبكر قبل سن 60. ونصت المادة 181 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على أنه إذا تقدم الموظف إلى إدارة الموارد البشرية بجهة عمله أو المصلحة التي يعمل بها بطلب كتابي برغبته في الإحالة إلى المعاش المبكر طبقا لأحكام المادة 70 من القانون، فإن على هذه الجهة أن تلتزم بإثبات تاريخ ورود طلب الموظف الراغب في الإحالة للمعاش المبكر وأن تقوم بعرضه فورا على السلطة المختصة مشفوعا بمذكرة تفصيلية عن حالة الموظف من واقع ملف خدمته. وهناك امتيازات كثيرة يمنحها قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية المفسرة له للراغبين في الإحالة للمعاش المبكر، وهي على النحو التالي: إذا كان العامل مستحقا للمعاش عن نفسه ويقل سنه عن 60 عاما فله الحق في صرف العلاوة الخاصة بتوافر شروط استحقاقها، وعلى جهة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك، فإذا كانت العلاوة أقل من الزيادة في المعاش تتم زيادة المعاش بمقدار الفرق بينهما. إضافة العلاوات الخاصة للراغبين في التقاعد قبل بلوغ 60 وفق لائحة الخدمة المدنية، إذا كانت العلاوة تساوي الزيادة في المعاش أو تزيد عنها فلا تصرف له الزيادة في المعاش، وكذلك إذا كان العامل مستحقا لمعاش عن نفسه وبلغ سن 60 أو جاوزها تصرف له الزيادة في المعاش، فإذا كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة يتم إعطاء الموظف الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها بعد الحصول على بيان رسمي من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له. المعاش المبكر قبل سن 60 اختياريا ولا إجبار لأي موظف عليه، والموظف الذي يرغب فيه أو سيقدم عليه يحصل على ترقية وخمس سنوات تأمينية إضافية.